الهجمه التابعه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم. انطلقوا مع مياسه مياسه غيات الهلالي غيات الليالي. انطلقوا سلام الى دانة الدنيا دبي، سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم نوماس على هذا الانتصار. المركز الثاني اجل زعبيل مع مصيحة راشد بن محمد بن مراشد. المركز الثالث ايضا هنالك اجل الشحنية سالم بن فران المري. والمركز الرابع والخامس لحظات نتعرف من خلال الإعادة ومع مخرجنا العزيز من ينقل لنا هذا النقل الحي. وصلت في هذه اللحظات هجر العاصمة منتزع من خلاله مع مياسة 9 دقائق 40 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. المركز الثاني يجي زعبيل مصيحة 9 دقائق 40 ثانية.